بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نأخذ درسين، اللي هو درس الدهون ودرس البروتينات. درس الدهون والبروتينات، تمام. عندي أول شيء الدهون. عندي ماذا؟ عندي الدهون. قال إن تشبه الدهون، الدهون تشبه من؟ الدهون تشبه الكربوهيدرات. الدهون تشبه الكربوهيدرات، تمام. هذا الشيء قد تطرح على سؤال ماذا؟ على سؤال تعليلي. سؤال تعليلي يعني على سبيل المثال راح يقول لك علل، راح يقول ماذا؟ راح يقول علل أن الدهون ماذا؟ أن الدهون تشبه الكربوهيدرات. أن الدهون تشبه الكربوهيدرات. كيف راح نجاوب على هذا السؤال؟ كيف راح نجاوب على هذا السؤال؟ يعني على سبيل المثال راح يجيب لك هذا السؤال على شكل تعليل. علل تشبه الدهون الكربوهيدرات. كيف راح نجاوب على هذا السؤال؟ راح نجاوب على هذا السؤال بهذه العبارة الموجودة في نفس الفقرة. مقولة من حيث ماذا؟ من حيث احتوائها على ثلاث أنواع من الذرات فقط. هي من؟ الكربون واحد، والهيدروجين، والأكسجين. يعني مرة ثانية، علل تشبه الدهون الكربوهيدرات. الإجابة من حيث احتوائها على ثلاث أنواع من الذرات فقط. هي واحد الكربون، اثنين الهيدروجين، ثلاثة الأكسجين، تمام. ويتكون جزيء الهيدروجين الواحد من أربع جزيئات صغيرة مرتبطة معا. من ماذا؟ من أربع جزيئات صغيرة مرتبطة، من يعني مرتبطة معا. إن جزيء دهن واحد يتكون من كم؟ يتكون من أربع جزيئات صغيرة مرتبطة معا. واحدة منها يسمى الجليسرول. الجليسرول يسمى ماذا؟ يسمى الجليسرول، اللي هو ماذا؟ اللي هو هذا الجليسرول. الجليسرول، تمام. والثلاثة الباقية يسمى ماذا؟ يسمى الأحماض الدهنية. يسمى ماذا؟ يسمى الأحماض الدهنية. يعني مرة ثانية، يتكون جزيء الدهن واحد من أربع جزيئات صغيرة مرتبطة معا. واحدة منها يسمى الجليسرول، وثلاث الباقية يسمى الأحماض الدهنية. الأحماض ماذا؟ الأحماض الدهنية. قال إن لا تذوب الدهون في الماء. الدهون لا تذوب أبدا في الماء. ويطلق على الدهون التي تكون في حالة سائلة. ركز، يطلق على هذا السؤال قد يجيب على شكل اختياري. يطلق على الدهون التي تكون في حالة سائلة عند درجة حرارة غرفة، عند درجة الحرارة الغرفة. اسم ماذا؟ اسم، حطها بلون مغاير. اسم ماذا؟ اسم الزيوت. اسم الزيوت. اسم ماذا؟ اسم الزيوت، تمام. نجي إلى وظائف الدهون. نجي إلى وظائف الدهون. نجي إلى وظائف الدهون. قالي كما تحصل الخلايا على الطاقة من الكربوهيدرات. الخلايا تحصل الطاقة من خلال الكربوهيدرات. كذلك تحصل الطاقة من خلال الدهون والزيوت. يعني الخلايا لا تقتصر على حصولها على الطاقة من خلال الكربوهيدرات فقط، وإنما تحصل على الطاقة من خلال الدهون والزيوت. ركز معي، ركز على العبارة اللي راح تو أقولها في هذه النقطة. حيث يطلق جرام واحد من الدهون، ركز معي، حوالي 39 كيلو جول على جرام من الطاقة. يعني هذه احفظها، جرام واحد من الدهون يساوي 39 كيلو جول على جرام من الطاقة. كيلو جول على جرام من الطاقة. هل هذه مهمة؟ نعم مهمة. على سبيل المثال راح يجيب لك هذا السؤال في سؤال أكمل.
أو في سؤال اختياري أو حتى في سؤال مقالي، أن يقولك يطلق على جرام واحد من الدهون أو واحد جرام من الدهون يساوي نقاط مقدار من الطاقة. هتكتب له 39. ركز معي، لا تقتصر أنك تكتب الرقم فقط، اكتب له الرقم والوحدة. هل الوحدة مهمة؟ نعم وحدة مهمة. طيب لو كتبت لي أنت 39، 39 ماذا؟ 39 اللي هو جول على جرام، أو اللي هو كيلو جول على اللي هو كيلو جرام. يعني تختلف الوحدات، لابد أنك توضح الوحدة، أن جرام واحد من الدهون يساوي 39 كيلو جول على جرام من الطاقة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي الطاقة التي يطلقها جرام واحد من الكربوهيدرات. يعني يكون الطاقة التي تطلقها الدهون أكبر من الطاقة التي تطلقها الكربوهيدرات، غير أن معظم الخلايا عند حاجتها إلى الطاقة، ركز معي، تستخدم ماذا؟ تستخدم الكربوهيدرات أولا كمصدر الطاقة. ركز معي، تستخدم الكربوهيدرات أولا كمصدر طاقة، ثم ماذا؟ ثم الدهون من بعد استهلاك جميع الكربوهيدرات لديها. كيف يعني؟ يعني الخلايا تحتاج ماذا؟ تحتاج طاقة، نحن نعرف هذا الشيء، الخلايا تحتاج طاقة. طيب الخلايا من أين تستمد هذه الطاقة؟ تستمد هذه الطاقة من خلال الكربوهيدرات. طيب هذه الخلايا أخذت جميع الطاقة من الكربوهيدرات، ولكن ما زالت هذه الخلايا تريد المزيد من الطاقة. طيب الكربوهيدرات نفذت الطاقة عندها، هين المصدر الثاني على أساس أن الخلايا تحصل على طاقة، اللي هو ماذا؟ المصدر الثاني اللي هو الدهون. المصدر الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو الدهون. ركز، تحصل الخلايا على طاقة بعد استهلاكها للكربوهيدرات بشكل كامل، فإنها تحصل الطاقة من ماذا؟ تحصل الطاقة من خلال الدهون، تمام؟ ومما يجعل الدهون مفيدا جدا قدرتها على تخزين الطاقة الزائدة. هذه ميزة لدى الدهون، إنها ماذا؟ إنها تخزن الطاقة ماذا؟ تخزن الطاقة الزائدة. تخزن ماذا؟ تخزن الطاقة الزائدة. وين تخزنها؟ تخزنها اللي هو تخزن الطاقة الزائدة. هذه الدهون وظيفتها أو لها مميز أو ميزة عفوا، إنها ماذا؟ إنها أنا تقدر أن تخزن الطاقة الزائدة. فالثدييات مثلا لديها خلايا، وخاصة خلايا التي تقع تحت الجلد، تمتلئ بقطرات كبيرة من الدهون أو الزيوت، تستخدمها عند الحاجة في تحرير ماذا؟ في تحرير الطاقة، كي تسهم طبقة الدهون في الحفاظ، ركز معي، كي تسهم طبقة الدهون في الحفاظ على ماذا؟ في الحفاظ على الحرارة، في الحفاظ على الحرارة داخل ماذا؟ داخل الجسم، كي تساهم ماذا؟ على الحفاظ على درجة الحرارة داخل الجسم، تمام؟ أي أنها تمثل اللي هو كما تقول عازل حراري، في العازل ماذا؟ عازلا حراريا، تمام؟ نجي إلى هو مثال عندنا اللي هو الجمل. الجمل يخزن الجمل الدهن هين في سنامه، في السنام. أين يوجد السنام؟ هذا هو السنام في الصورة، هذا هو السنام، هذا هو ماذا؟ هذا هو السنام. هنا هذا السنام يخزن فيه ماذا؟ هذا السنام يخزن فيه الجمل ماذا؟ الجمل الطاقة. يخزن فيه الجمل ماذا؟ يخزن فيه الجمل اللي هو عفوا يخزن فيه الجمل الطاقة من خلال ماذا؟ من خلال الدهون. من خلال ماذا؟ من خلال الدهون. يعني هذه منطقة ماذا؟ هذه منطقة دهنية تتركز فيها الدهون بشكل ماذا؟ بشكل كامل، موجودة في الجمل وتسمى السنام، تمام؟ عندي اللي هو الكشف عن الدهون.
توافر اختبار هذا الكشف عن الدهون اللي هو يعني الكشف عن الدهون والزيوت. هذه الفقرة يعني هذه أنا اختصرها بشكل كامل، هذه يتوفر في العملي، هذه في المطالب في العملي، يعني العملي في المختبر راح يعني اللي هو تطبق هذه اللي هو الخطوات لإداء الكشف عن الدهون والزهود والزيوت. يعني ما مهمة إنك تذاكرها وتشوفها، لأنها هي يعني في الأول والأخير تكون كخطوات بحيث إن تقدر إنك تكشف عن الدهون والزيوت. تمام، نجي نشوف اللي هو الدرس الثاني اللي عندي، البروتينات. عندي ماذا؟ عندي البروتينات. البروتينات إن تحتوي جزيء البروتين، ركز معي، تحتوي جزيئات البروتين على أنواع من الذرات لا تحتوي عليها الكربوهيدرات والدهون. يعني مرة ثانية، إن جزيئات البروتين، هذه الجزيئات التي تحتوي فيها البروتين إنزين لا تحتوي عليها الكربوهيدرات والدهون، فهي بالإضافة إلى احتوائها على الكربون والهيدروجين والأكسجين. يعني مرة ثانية، البروتين يحتوي على ماذا؟ البروتين يحتوي على ثلاث عناصر مهمة نفس الدهون، اللي هو ماذا؟ رقم واحد الكربون، رقم اثنين الهيدروجين، رقم واحد الكربون، رقم اثنين الهيدروجين، رقم ثلاثة الأكسجين. الأكسجين، تمام؟ الكربون، الهيدروجين، الأكسجين. وتحتوي أيضا على النيتروجين أحيانا، ركز معي. يعني حنعرف أن اللي هو البروتينات تحتوي على ماذا؟ على الكربون والهيدروجين والأكسجين، وقال لي أن تحتوي على النيتروجين أحيانا على كميات قليلة من ماذا؟ من الكبريت في بعض ماذا؟ في بعض أنواع البروتينات، في بعض أنواع ماذا؟ البروتينات. يعني مرة ثانية، تحتوي البروتينات على اللي هو أنواع من الذرات اللي هو الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، وبعض الأحيان النيتروجين والكبريت، والكبريت في بعض ماذا؟ في بعض البروتينات، في بعض ماذا؟ في بعض البروتينات. تحدثنا عن البروتينات، نلجأ الآن إلى وظائف البروتينات. ما هي وظائف البروتينات؟ أنا أريد أعرف وظائف لهذه البروتينات. تمام، وظائف البروتينات، ركز معي، إن تذوب بعض البروتينات في الماء، هذه ميزة لدى البروتينات، هذه ميزة لدى البروتينات. نحن قبل قلنا ويش؟ قلنا إن الدهون لا تذوب أبداً 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 في الماء، اللي هو الدهون لا تذوب أبداً في الماء، بينما البروتينات تذوب في الماء. فرق بين الاثنين، الدهون لا تذوب في الماء والبروتينات تذوب في الماء. منها بروتين الهيموغلوبين، ركز معي، عندي بروتين ماذا؟ ضرب لك مثال في النص، عندك بروتين ماذا؟ الهيموغلوبين. هذا البروتين اللي هو الهيموغلوبين يمثل ماذا؟ يمثل صبغة حمراء، يمثل ماذا؟ يمثل صبغة حمراء. قال ولا يذوب بعضها الآخر كبروتين الكيراتين. هذا عندي بروتين، بعض البروتين أو بعض من البروتينات لا يذوب، مثل ماذا؟ مثل بروتين كبروتين الكيراتين. مثل ماذا؟ مثل كبروتين الكيراتين. كبروتين الكيراتين هذه من البروتينات التي لا تذوب أو لا تذوب في الماء، الذي يتركب من الشعر والأظافر. هذه اللي هي البروتينات تتركب من ماذا؟ تتركب من شيئين، اللي هو من الشعر والأظافر، من الشعر والأظافر. تمام، وبخلاف الكربوهيدرات لا تستخدم البروتينات عادة لإنتاج الطاقة، ركز معي،
ركز 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 ركز. يعني تحدثنا عن الكربوهيدرات والدهون، قلنا هي مصادر من مصادر إنتاج الطاقة، ولكن إن البروتينات عادة يعني لا تستخدم لإنتاج الطاقة. يعني هذه البروتينات عادة لا تستخدم لإنتاج الطاقة، عكس اللي هي الكربوهيدرات وعكس البروتينات. بل أن كثير من البروتينات الموجودة في الأطعمة تستخدم لماذا؟ تستخدم لصنع خلايا جديدة. ركز، لصنع خلايا جديدة نحتاج إليها لننمو. يعني مرة ثانية، إن من وظائف البروتينات إن عادة لا تستخدم، ركز معي، البروتينات عادة لا تستخدم كإنتاج طاقة، وإنما لصنع ماذا؟ وإنما لصنع خلايا جديدة نحتاج إليها لننمو. أنا ما أقدر أنمو أو ما أقدر أنمي جزء أو عضو من أعضاء جسمي بدون البروتينات. البروتينات عامل أساسي اللي هو لنمو اللي هو أعضاء الجسم، وكذلك لترميم ماذا؟ لترميم الأجزاء التالفة من الجسم وإصلاحها. هذه وظيفة ثانية، إن لوظيفة البروتين إن يرمم أجزاء التالفة من الجسم ويقوم بإصلاحها. وتحتوي أغشية الخلايا السيتوبلازما بشكل خاص على كميات من البروتينات. قال إن اللي هو خلايا السيتوبلازما تحتوي على ماذا؟ تحتوي على كميات كبيرة من اللي هو من كميات كبيرة من البروتينات. كما أن الأنزيمات عبارة عن ماذا؟ ركز معي، الأنزيمات عبارة عن بروتينات. الأنزيمات هي أساساً عبارة عن بروتينات. هذه البروتينات ستتعلم الكثير عنها في الموضوع القادم، راح نتطرق على الأنزيمات في درس أو في حلقة منفصلة، لأن موضوع الأنزيمات ما أقول إنه موضوع مكثف وموضوع صعب، موضوع سهل ولكنه فيه دسم من المعلومات لابد إن نركز فيه بشكل أدق وشكل واضح. تمام، نجي إلى هذا الجدول اللي هو يختصر لك كل شيء، يختصر لك حرفيا كل شيء، اللي هو يختصر لك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. إذا حفظت هذا الجدول، إذا فهمت هذا الجدول، صدقني إن نسبة 98% من الدرس أنت موجود معك يعني موجود معك هذا الدرس من خلال إنك تفهم هذا الجدول فقط وتحفظه وتخليه معك كمفتاح لهذا ثلاث الدروس. تختصر ثلاث الدروس في هذا الجدول. أنا يعني في الشرح تطرقت على النصوص، ما في مشكلة إنك تلجأ لهذا الجدول وتحفظ هذا الجدول وتفهمه. إذا حفظت هذا الجدول وفهمته صدقني إن 98% من الدرس يعني معك. تمام، أول شيء عندي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. ركز معي، كربوهيدرات والدهون والبروتينات العناصر التي تحتوي عليها. الكربوهيدرات اللي هو الكربون، الكربون والهيدروجين والأكسجين. الدهون كذلك العناصر التي تحتوي عليها الكربون الهيدروجين الأكسجين. طيب البروتينات نفس الشيء، الكربون الهيدروجين الأكسجين، وبالإضافة إلى بعض اللي هو من النيتروجين يوجد في بعض من البروتينات والكبريت. والكبريت تمام، العناصر التي تحتوي عليها الكربوهيدرات الكربون الهيدروجين الأكسجين، الدهون الكربون الهيدروجين الأكسجين، البروتينات الكربون الهيدروجين الأكسجين النيتروجين والكبريتات. تمام، أو الكبريت عفوا. تمام، هذه لابد أن نحفظها. الجزيئات الصغيرة التي تتكون منها، الجزيئات الصغيرة التي تتكون منها الكربوهيدرات تتكون من ماذا؟ تتكون من السكريات الأحادية. من ماذا؟ من السكريات الأحادية، تحدثنا عنها.
أما الدهون من الأحماض الدهنية والجليسرول، تحدثنا عنها. نعم، من الأحماض الدهنية والجليسرول. عندي البروتينات من ماذا؟ من الأحماض الأمينية. من الأحماض ماذا؟ من الأحماض الأمينية. الجزيئات الصغيرة التي تتكون منها كلا من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. الكربوهيدرات من السكريات الأحادية، الدهون الأحماض الدهنية والجليسرول، البروتينات من الأحماض الأمينية. تمام؟ من حيث قابليتها للذوبان، الكربوهيدرات، السكريات البسيطة الأحادية والثنائية قصيرة السلسلة تذوب، والسكريات المتعددة طويلة السلسلة لا تذوب. يعني عندك سكريات بسيطة وعندك سكريات متعددة طويلة. السكريات البسيطة تذوب والسكريات المتعددة الطويلة لا تذوب. الدهون لا تذوب. الدهون ماذا؟ الدهون لا تذوب. البروتينات بعضها يذوب وبعضها لا يذوب. بعضها يذوب وبعضها لا يذوب. مرة ثانية، قابلية ذوبانها في الماء. الكربوهيدرات عندك نوعين، السكريات البسيطة تذوب في الماء والسكريات المتعددة الطويلة السلسلة لا تذوب. الدهون بشكل عام لا تذوب. البروتينات بعضها تذوب وبعضها لا تذوب. تمام؟ عندك سبب حاجة الكائنات إليها. الكربوهيدرات تعتبر مصدر سهل ومباشر للطاقة، وهذه كما اعتدنا عليها وأسلفنا فيها أن مصدر الطاقة من خلال الكربوهيدرات والدهون. وعندك اللي هو مصدر الطاقة 1 جرام أي ما يعادل من الطاقة 17 كيلو جول على جرام. 17 كيلو جول على جرام، يعني 1 جرام من الكربوهيدرات يعادل طاقة مقدارها 17 كيلو جول على جرام. أما بالنسبة للدهون فإن 1 جرام من الدهن يعادل طاقة مقدارها 39 كيلو جول على جرام، عازل للحرارة، تدخل في تركيب أغشية الخلايا. عازل للحرارة وتدخل في تركيب أغشية الخلايا. بالنسبة للبروتينات، البروتينات مكون أساسي للخلايا، يعني أن البروتينات هو عامل أساسي لتكوين الخلايا والإنزيمات أيضا والهيموغلوبين، وتستخدم لمصدرا للطاقة أيضا، مصدرا للطاقة أيضا. هذا الجدول جدول مهم جدا، راح أركز عليه هنا وراح أطرحه وأقول جدول مهم جدا، جدول مهم جدا، مهم مهم جدا. يعني يختصر لك ثلاث دروس في نقطة واحدة أو في جدول واحد. هذا وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالفيديو وليصلكم كل جديد ولكل ما هو مفيد في هذه القناة بما تقدمه من برامج تعليمية ومفيدة لكم. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.